السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم حداري في القناة يومياتهم إحسان. أتمنى حكوني ديال في الفيديو بخير وعلى خير. غصادة ونقدم هاد الفطيرة سمات الزيتون زيت البلدية، أرتشكا الطفول كيطرطب ويسكاتي الكوتي ولا العشاء، المهم عشاء خفيف وظريف تبع يدي ديال المقادير الطريقة. بسم الله على بركة الله، نحتاج أكور القمح تقريبا 300 غرام، أكور الفرس 200 غرام، الكاس الحليب يكون دافي، معلقه مقورن التخميط، معلقه مقورن السكر سنيده، تسنات المعالق ولا 3 المعالق ديال زيت الزيتون، ده المعلقه من الزين تيسنت، المهم الغوريلا داري نص كيلو 500 غرام ما بين القمح والفرص. الفرص المهم 200 غرام، القمح 300 غرام. هرزنت كتخميرت معلقه مقورن تخميرت، زيد معلقه مقورن السكر سنيده، هرسنت في ميك الحليب كتذوب التخميرتين، من بعد نزيد المعلقه من الزين تيسنت ده زيت الزيتون 3 المعالق، 3 المعالق مقورنين، غادي نتعجن الحليب. يدوب بأوراون تيمون العجين، غادي نتزايد نتسولي ميكوامان. ومارزن تزايد الحليب ميكسي ميك كركي حيمون، نعجنت مزيان العجينة داكوري قار بهرة دحوري يملو القياس هيكا دغيلا لا تزرام توري قرور يملا. عندنا تاسي طاوان في كيسة ميت كان سنات المعالق الزيت زيت البلدية زيت الزيتون، عندنا تكا العجينة ناجتا كيسي خمر، من بعد اللي حيخمر عندنا تاسي غير يدو طنح عرفتي نتكرسا العجينة نتكرسا كيحكوا لي كطوا غير يدودان صافي. انت سي الزيتون، المهم الزيتون دارو انت لان كي كاع الزيتون تا سكنت، المهم راس تكسح غرمي بيح الطروفه تلوح حماسي كي العجينان، نص كعاس الزيتون تا كحلت، نص كعاس الزيتون تا خضريت على حساب انا دارو انت لان الزيتون لوري طفنقة. المهم رد تسيح الزيت الزيتون رد عفلاس تفيح وفلا دما سيمي كوزو كني يمي كوزو كني اتزو كني تانا دارون تيلان هاد جيزي التشكي فوهولكي. المهم على حسن كاز الزعتر ندازو كني رزنت كاز زيت الزيتون حفلة صافي تنتج كي تخمر مزيان، عرفت نشكم صفر انا عرفت نسوى غا حيزدر نشعل غا يزدر عاد صار كي حتوا مزيان التوفلا كي تحمر صافي تزيد نطاي عرفت اش كتفول كي. هاتي دليحت نوار تشكات الشكلاد عرفت منها كنت عجب تجربمت يحتاج تجرب مورات ورا معناها راه تبدا تسكر مورا كيف لاست ندم ارتاش كترطب حتى الزيتان ار كلو تكشمس وقنس. ايوا نتمنى يكون يعجب الفيديو، نتمنى تبارطاجي مالي تشجع ونور تاي شارك على القناه يشارك يفعل الجرس باش اكون يديلكم الجديد. ايوا كنت تشكر بزاف على تعليقات النون ادرتو ما يتسكرم جيم اكون الصبح ربي كنير النون. يلا الى اللقاء اركي حدا يحسن ربي بالصحة والراحة.